كابتن انا استثمر تواجدك لانه رسائل ومناشدات عديده من ابنائك الشباب في منطقه الحريه اللي ممكن فقط ملعبين للفرق الشعبيه بقت وراح تقسمت ممكن راح تذهب الى جهه معينه او وزاره الدفاع مثل ما يعني وصلتنا المعلومه. الشباب قالوا احنا نريد ممكن مناشدات توصل الكابتن عدنان درجال الاقرب للشباب، هسه بعيدا عن وزاره الشباب والرياضه ولكن هو مهتم دائما بمسائل الشباب، دائما يعني يطرح افكار، يطرح قضايا ومعالجات حتى لمساله المخدرات وما شابه ذلك. اليوم اذا ملعب وحيد في منطقه كبيره تضج بالشباب نسحب من عندهم هذا الملعب، وين راح يتجهون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه اول شيء تحيه لك اخي ماهر، تحيه لكل شبابنا في مدينه الحريه وفي كل مدن العراق. بالتاكيد انه يعني انا حريص جدا انه تكون هناك مساحات او ملاعب موجوده للشباب حتى يمارسون نشاطاتهم وايضا مراكز شباب، ولكن للاسف في الفتره الاخيره بدات يعني هذه المرافق الرياضيه تتحول الى مباني سكنيه او احيانا دور سكنيه او عمارات سكنيه، وبالتالي كل حتى المساحات الخضراء بالبلد يعني تجدها انه تقريبا شبه زالت. وهذا ايضا ذاك اليوم تم مناقشته مع دوله رئيس الوزراء في الاجتماع الاخير اللي حضرناه، وانه تحويل كل المساحات الخضراء او كل المناطق اللي في وسط بغداد، مناطق المهمه تحولت الى مباني سكنيه، وهذا اعتقد انه مو صحيح. وايضا هذا ايضا يعني ما اعتقد انه التخطيط العمراني لبغداد انه يقر بذلك. ولذلك يعني هذا الموضوع ابحث بشكل جدي مع معالي وزير الدفاع وايضا معالي سعاده الاخ السيد علاء امين بغداد، من انه حتى لو كانت هاي الارض يعني انا ما اعرف بالضبط وين واصله الامور مالتها، ممكن يجب ان نلقي بدائل للشباب لممارسه نشاطاتهم الرياضيه، لان هي هذا هو المتنفس الوحيد اللي الهم اللي من خلاله انه يخرجون كل ما عندهم من طاقات ومن امكانيات. وبالتالي اعتقد انه واجب الدوله انه تهيئ لهم الارضيه الصالحه والخصبه لممارسه نشاطاتهم اللي يحبوها. والله كابتن اني بقناعه نفسي عرفت انه هاي الناس من تركوا ممكن مناشدات اي شخص وتوجهوا لك يعرفون بانه كابتن عدنان درجال حريص جدا على الشباب حتى ممكن يتجاوزون مرحله بدلا ما القى البدائل اللي تخرجهم من مساله الانحراف، اللي تعرف ممكن بالشعب العراقي الكل يعرف هناك امور سلبيه جدا بالشارع، بدلا ما اخليهم يروحون يمارسون نشاطهم الرياضي يذهبون باتجاهات اخرى. والله ماهر انت تعرف يمكن من اليوم الاول بي اللي دخلت الوزاره كنت حريص جدا انه الاهتمام بالشباب هو من اهم اولوياتي، ولكن انا اعرف اكو صعوبات كبيره دتواجه العمل. وبالتالي حتى تأهيل إعادة تأهيل منتديات الشباب وإعادة صياغتها بالكامل وإعادة ترتيب فترات الدوام مالتها وتهيئتها بالشكل اللي يحتاج الشباب في المرحلة القادمة هي من الأولويات بالنسبة لي. يمكن طرقت الكثير من الأبواب حتى أحصل على مبالغ مالية اللي من خلالها أنه نقدر نعيد تأهيل، ولكن كنت أواجه صعوبة كبيرة وما زلت أواجه صعوبة كبيرة بسبب الأزمة المالية الخانقة اللي موجودة ويمر بها البلد. لكن رغم هاي أنه الآن عندي مجموعة من الحلول، أتمنى أنه يعني وأنا ما أرد أعلن الآن بشكل مباشر، خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله يعني قد يكون هناك اتفاق مع إحدى الشركات اللي هي من خلال راح نعيد تأهيل هذه المنتجات، وراح يتم تنظيم عملها بالكامل هي والمديريات، مديريات شباب في المحافظات، بالشكل اللي انه نحافظ على شباب ابنائنا من الانحرافات الكثيره ومن المخاطر الكثيره اللي تواجه شبابنا فيها في هذه المرحله، وانا اعتبرها تحديات خطيره. النقطه الثانيه فيما يخص هذه الملاعب، ملاعب سواء الشعبيه او الملاعب الخماسيه وملاعب السباعيه، ايضا احنا حريصين يعني بحاول انه نتكلم ويا الاخوه الساده المحافظين بمساعدتنا في هذا الجانب قدر الامكان في المحافظات، ولكن في بغداد انا اجد صعوبه لان الاراضي قليله اللي موجوده. على العموم راح نحاول انه يعني يجب ان نلقي بديل
إذا في حالة أنه خلاص موضوع الملاعب مال مدينة الحرية راحت بالكامل، يجب أن نلقي بديل للشباب لأنهم يمارسون نشاطاتهم ويحبوها، حتى نبعدهم عن كل الانحرافات اللي والمخاطر اللي تواجه شبابنا في هذا التوقيت بالذات.